أكيد متابعينا بحلقتنا لليوم يا نور، وقديش حلوة اليوم الحلقة كلها فن بفن. أكيد قبل رأس السنة اختتمنا السنة على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون، واستقبلنا عام جديد بحفل وأجواء احتفالية عمت أرجاء المكان لاستقبال العام الجديد بالموسيقى والرقص والغناء خلال أمسية الختام لعام 2021. أحيت الفرقة السيمفونية الوطنية بقيادة المايسترو ميساك باك بودريام، نوجه له تحية كتير كبيرة، والمقطوعات الموسيقية لم تكن لوحدها بل رافق لوحات راقصة من تصاميم رائعة أضافت للعروض أكيد يعني لمسات سحرية وألوان جميلة جدا أبهرت الجمهور وأبهرت المشاهدين عبر البث المباشر على صفحة دار الأسد للثقافة والفنون. وهي اللوحات المميزة كانت للمصمم الأستاذ معتز ملاطيلي، أستاذ الرقص في المعهد العالي للفنون المسرحية. رح نحكي معه أكثر ورح نتعرف على تفاصيل اللوحات الراقصة مع حضرتك أستاذ معتز. صباح الخير. صباح الخير، عام حلو يا رب. وإلكم يا رب. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير. وكان ختامة مسك فينا نقول بال 2021، يعني كانت أصداء رائعة. وعم نشوف دائما بالآونة الأخيرة اللوحات فينا نقول الأمسيات الغنائية مع لوحات الراقصة عم تضيف فينا نقول سحر خاص. وهون مسؤولية بتكون عليك كتير كبيرة لما تكون أنت بدك تدرس رقص، ويمكن مع كل كلمة بدها تكون في حركة من التناغم بتوصل هي الإحساس للناس. هلا الحفله طبعا كانت تجربه جدا رائعه، لانه نحن انا واستاذ ميساك اصدقاء من زمان، وكنا من زمان عندنا هي الفكره انه نعمل شيء مشترك. ما صح لنا من 15 سنه الفكره، يعني حتى اجت فجاه، لانه نحن قبل هي الحفله بس بدي اذكر انه نحن كنا عاملين مع وزاره الثقافه ايام الثقافه احتفاليه قبل بشهر، وانطرحت هيك الفكره انه هو كان عنده هي الحفله انه بده يعزف شتراوس فالسات لشتراوس قبل راس السنه. قام انا هيك قلت له شو رايك نعمل شيء مشترك؟ قام لي ايه ليش لا. وقبل 3 أسابيع كانت مطروحة الفكرة، وفكرنا مثل هيك مختبر مشترك، صرنا نختار المعزوفات المشتركة وشو بدنا نعمل والأزياء وكذا، فالنتيجة كانت الحمد لله كثير رائعة. نعم الحمد لله. أكيد يعني مع تناغم الألحان الرقصات كانت موجودة وأبهرت المشاهدين مثل ما ذكرت من شوي. أستاذ معتز، خلينا نحكي اليوم يمكن الرقص بمرافقة فرقة موسيقية أمر ما هو سهل أبدا، لأنه يمكن في تأثيرات بصرية بتكون موجودة وموسيقيين موجودين معكم على المسرح، يمكن إن كان من ناحية التقنية ومن ناحية المساحة. اليوم من مثل هي التجربة واطلاقه بيوم مميز هو رأس السنة، قديش يمكن كان له بده تحضير؟ حكينا يمكن بالنقاط الأولى، ولكن قديش تعبنا حضرنا له وانتقينا أشخاص يمكن لهم بصمة مميزة بعالم الرأس بالمعهد للمشاركة. هلا انا قلت تجربه طويله مع الرقص مع الموسيقى الحيه نسميها، يعني انا لاني دارس باوروبا وفتره طويله اشتغلت عروض كثيره مع اللي بيقولوا لايف ميوزك، هي ما لها قصه سهله نهائيا. صحيح. تجاربي بسوريا الاوليه كنت، لانه انا اول ما جيت على سوريا جيت على فرقه زنوبيا القوميه، كان دائما في كل شيء بنشتغله هو مع فرقه موسيقيه حيه. صحيح. يعني هلا اللي ما بيكون متعود بلاقيها كثير صعبه، اللي بيشتغل على موسيقى مسجله اللي هي ثابته ايقاعها، ثابت المود تبعها، ثابت الغناء، مزاجها ثابت، وفجاه بده يشتغل على لايف ميوزك ممكن يضيع. هلا التجربه كانت مع استاذ ميساك اكثر من رائعه. ليش؟ لانه النتيجه اللي اعطاها هي نفس اللي اعطيتها الاوركسترات العالميه اللي بتعزف شتراوس بالاساس. يعني نحن دائما كنا نلاقي مشاكل قبل مع فرق ثانيه، انه انت مثلا بتتدربي على موسيقى معينه مسجله وبتوصلي لنتيجه ممتازه، بس بتجي بدك تعرضي الفرقه بتعزف لك شيء مختلف. ارتجالات، في آلة بتكون ناقصه، في ما موجود سكسفون، ما موجود كذا، في تعويضات، بيقوم الراقص بيضيع لانه هو فتره طويله عم يتدرب على شيء معين. صحيح. فجاه بلحظه قدام الجمهور ما بيقدر يعني يتابع هذا الشيء. استاذ ميساك كان يعني مفاجاه لي جدا، انه ابدا يعني 100% كان
بحذافيرة نفس المعزوفة تبع الفرقة العامة. ولهيك كانت النتيجة رائعة وكان في تكامل فينا نقول تناغم. أكيد نوجه له تحية للمايسترو. خلينا نروح معك ومع المشاهدين نشوف مقتطفات من الحفل ونرجع نتابع حديثنا. يعني كنا عم نحكي مبسوطين تحت الهواء كنا عم نحكي تحت الهواء قديش هالعرض عن جد رائع ومن جداً. الخيال. وكنت عم اقول لك انه عن جد كنا عم نسال انه في عنا هذا المستوى الرائع من التناغم من الرقص الحلو. خلينا نحكي عن فرقتك عن طلابك يلي عن جد بدنا نوجه لهم تحيه واحد واحد. قديش صار لكم مع بعض؟ قديش هيك حلو هاي الاستمراريه وكيف هيك تم انتقاء الراقصين المبدعين بهي الطريقه؟ هلا طبعا اللي شاركوا بحفل الرقص السنه هن خريجين وطلاب قسم الرقص بالمعهد العالي للفنون المسرحيه. فكان انا اختصرت قلت طلابك. هن طلاب اغلبيتهم بس مو بس انا الاستاذ، في اساتذه غير يعني. اكيد نوجه لهم انا رئيس قسم الرقص حاليا. بقى هن بيخضعوا لتدريبات بمواد مختلفه بكل انواع الرقص. هن يعني نحن مستوى المعهد العالي للفنون المسرحيه بسوريا هو مستوى عالمي فعليا. صحيح. لانه نحن كل سنه بيتخرج عدد من الطلاب وهن فورا عم يسافروا ويلاقوا فرص عمل بالخارج. يعني ما هن مو انه فرقه وما فرقه، هن طلاب وخريجين يلي بنقدر عليه عم نتعامل معه. نحن بنزعل دائما طبعا وقت الطالب بنوصله لمرحله ويلاقي فرصته خارج. هذا بدي اسالك يعني نفرح له يعني انه عم يشتغل برا، بس بنزعل انه نحن خسرنا. يعني مثل انه ابنك ربيته بتلاقيه بالاخير يعني عم يروح فوق حقه يلاقي فرصته. بس نحن عم نشوف مثل ما قلنا اداء عالي مستوى عالي وعلى مستوى عالمي حتى المعهد. قديش اليوم لازمه فعلا دعم لهذول الشباب ورعايتهم، تكرار هيك حفلات، التوسع من خلال دمشق والمحافظات السوريه، من خلال المهرجانات التي تقام سنويا طبعاً. لانه هدول المواهب لازم نحن نتمسك فيهم يعني ونحافظ عليهم ويتم دعمهم. اليوم نحن فعليا بحاجه فرقه على غرار الفرقه السيمفونيه الوطنيه، لانه هاي بتخلي ناس انه يكونوا متمسكين
ببلدهم على اللي بيشغلوا. نحن ما في هيك شيء بمجال الرقص. معنا فرقه صحيح. في فرقه صغيره فرق بس ما لا بمستوى الفرقه الوطنيه، مفترض يكون فرقه باليه وطنيه او فرقه رقص عامه يعني تجمع كل هالراقصين اللي هن عم يتخرجوا بمستوى عالي، ممكن ما تخليهم بقى يهاجروا يسافروا اذا عنده فرص عمل دائمه، لانه الراقص ما فينا نضل سوريا اذا عم يجي عرض عرضين بالسنه، وفي عروض كثيره بس احيانا بتكون عروض ما هو بيتقبلها او ما لها لائقه بالنسبه له. بقى نحن بحاجه فرقه وطنيه اكيد طبعا اكيد. صحات الحديث استاذ معتز، يعني لما بنتجول باروقه المعهد بنشوف الطلاب كيف قسم الرقص كيف عم يتدربوا، ان كان تحت خلينا نقول بالبهو ولا بالطوابق، لهم دائما هيك البصمه والميلان، هن عم بيكونوا دائما عم يحضروا عم يحضروا. اليوم بقسم الرقص اكيد مو متخصص باختصاص رقصه واحده بل تعلم عدد كبير من الرقصات لحتى يوصل الراقص الى الاحترافيه. خلينا نحكي عن هذا الخط شوي هيك ونعرف المشاهدين، وهل صعب الدخول للمعهد العالي قسم الرقص مثل مثلا التمثيل او الموسيقى؟ هلا كل قسم له صفاته الخاصه. هلا قسم التمثيل بيجي اعداد هائله، يعني اعداد كثيره منها ما لها موهوبه بجوز او ما لها جاي من اجل الشهره او دخول لقسم تعرف انه ممكن يوصلها لشيء معين. قسم الرقص بتجي اعداد اقل لانه هو بيتطلب في له مواصفات اصعب، يعني انه انا اذا ما عندي ليونه عاليه ليونة عندي توافق حركي او اذا ما بعرف من قبل ارقص بدي طبعا اعرف ارقص شوي من قبل، عندي اذن موسيقيه بيجينا اعداد اقل بس الفحص القبول شوي اصعب طبعا. هلا بالنسبه لقسم الرقص هو انشئ عام 1997 واول دفعه تخرجت 2001. كانت الاعداد كثير قليله، يعني الدفعه يكون فيها طالبين ثلاثه، وعبر السنوات انا استلمت رقص قسم شي 5-6 مرات لحد الان، وانا اللي عملت المناهج الاوليه للقسم، يعني حطيت المواد المطلوب تدريسها بما انه انا دارس باوروبا. عم يتغيروا الطلاب كثير، يعني عبر هال 20 سنه صار في تغير هائل، يعني وين كنا وين يعني هلا صرنا. المواد اللي تعطى متنوعه جدا، يعني عندنا حتى كنا اول نجيب خبراء، هلا صار الطلاب اللي عندنا اللي تخرجوا على إدارة الخبراء وكذا وطلعوا لبرا عملوا دورات هن اللي عم يدرسوا. بقى اجت قبل الازمه فتره اجانا كثير خبراء صاروا يتفاجئوا بالمستوى اللي عندنا، لانه اغلبيه المعاهد برا او الفرق العالميه بتختص بنوع نوعين من الرقص، لنقول بيدرسوا بس معاصر وكلاسيك او بس حديث او بس رقص صالونات او تاب دانس او اللي هو. نحن بندرس كل انواع الرقص تقريبا. هذا اللي كنت اسالك عنه، يعني منهاج مختلف، في تنوع متنوع للراس يعني. للراقص متنوع اكثر، وهو من خلال بقى بيحدد الخط اللي بس هو حتى لو حدد شو بيحب بس هو جاهز يعمل كل شيء. تمام، ويكون في اكاديمي كثير. عندنا خبراء زمان، واجت راقصه اسمها هنريتا كانت طالبتها للرقصه العالميه الالمانيه بينا باوش. بقى كنا عم نحضر برنامج تسالني طيب هي رقصه الجاز مين بده يرقصها؟ قال هدول ال20. تقول لي طيب الباليه مين بده يرقصها؟ قال لها نفسها ال20. تقول لي رقصه الصالونات؟ قال لها هدول. قلت لي ما مصدقه. اما شافت النتيجه قال انتم السوريين مو طبيعيين، يعني من وين واحد بينقركم بيرن يعني المانيا ما بنعرف، هذا بيعرف كلاسيك هذا كل واحد بيختص بالشغله. فنحن قادرين على تعلم بطريقه جيده، لهيك الشباب يلاقوا فرص اكبر برا لانه هو قادر. اكثر من 40 خريج عفوا باوروبا هلا عم يشتغلوا من قسم الرقص تبعنا. في ناس حتى بامريكا، في ناس هلا بايطاليا، هلا اخر طالب طلع عنا، في بالمانيا اكثر شيء اكثر من 20 واحد. نعم، بنرجع للعروض المسرحيه يلي بتصير على خشبات المسارح العالميه، وعندنا يمكن خشبه مسرحيه من اهم المسارح بالعالم. اليوم الرقص هو مو بس تناغم وتمايل على الموسيقى والالحان، ايضا ممكن يكون في رقص تعبيري لستوري، ممكن يكون في قصه كامله متكامله عن الرقص، ممكن يكون في خيارات كثير كبيره تستوعب شيء اسمه مسرح وشيء اسمه شخص اكاديمي دارس متعلم وحابب هيدي المهنه والهوايه. خلينا نحكي اليوم كيف يعني كيف تترجم هي الدراسه الاكاديميه عبر المسارح، باي طريقه اليوم نحن قديش بحاجه لدعم لحتى نثبت بالرقص، ان كان مثل ما قلنا ستوريات عالميه او ان كان اي مشاركات اخرى.
هلا طبعا الرقص انواع، هو ممكن نقسم يعني في رقص اسمه رقص ترفيهي فقط للتسليه، مثل هلا اللي قدمناه مع استاذ مساق هو رقص فني ما فيه قصه، هي عباره عن رقصات فالس إلى تشكيلات حلوة، حركات حلوة، في هيك فخامة بالقصة، فخامة بالأزياء، في شيء بيسلي. هلا في شيء اسمه المسرح الراقص اللي عبره نحن دائما فين، أنا لي تجارب كبيرة بهالشيء ممكن أحكي عنها هلا، إنه أنت فينك مثل وقت تقدمي مسرح عادي، مسرح درامي يعني، بس هو بدون حوار يعني. تماما. أنا لي تجربة هاي العام يعني السنة اللي مضت، قصدي ما صرنا خمسة أيام قاطعين السنة، قدمت عرض بدار الأوبرا اسمه The Last Show أو الاستعراض الأخير. أنا بالعادة دائماً بكتب سيناريو العروض اللي بقدمها، وهي بتحكي قصة ما يعني. أنا كل سنة اللي عرض بدار الأوبرا هو عرض مسرحي راقص، ما بيكون فيه حوار بس فيه قصة. بآخر عرض كان فيه قصة، كان ببطولة الفنان يحيى بيازي، قدمت قصة مخرج بيكون عم يشتغل عرض مسرحي، وأثناء وتترجم البروفات على نفسه على العرض المسرح على خشبة المسرح قدام الناس من خلال الرأس. حلو. وكنت مستعمل شاشة السينما وموسيقى حية وتنوع بالأنواع، وهو يحيى بيازي كمخرج بورجي كيف إنه بتوصل لمرحلة من التعب والإرهاق وعم يبني العرض، وبيصاب بحادث سير بيشوفوه المتفرجين على شاشة السينما، وبيصاب بحالة شلل أو شيء، ومع ذلك الفرقة اللي معه بتقرر تتابع وبتكمل وبتنهي العرض اللي هو ببدأ. وهي كانت قصة هيك يعني نموذج معين. هلا كل سنة أنا بخترع قصة معه بالعالم. هيدا أصعب بتحسه لما يكون فعلا عندك مسرح راقص بدك توصل قصة أو فكرة؟ طبعا، لأنه أنت دائما بدك من خلال ما في حوار، من خلال رقصة، نظرة، الموسيقى، المرافقة. لأنه أنا كنت عاني من زمان أول ما أجيت على سوريا من القصة، أنه وقت كان يجوا الناس، هلا طبعا الحمد لله قطعناها المرحله، بس كان اول وقت يجوا الناس يحضروا رقصه فيها قصه، يقولوا يجوا راي يقولوا لي كثير حلوه الرقصه بس ما فهمنا شيء. قد ما كانت بسيطه حتى، لانه متعودين نحن على نموذج معين ترفيهي. صحيح. او بس انه حدا ما عندي حركات فيها رشاقه او ليونه، بس لما صار في قصه دوت فيه حب او فيه صراع او فيه كذا، الناس ما طلقت تتشتت يعني اطراف الهذا، يجوا دائما انه ما عم نفهم. صرنا دائما نلاقي الطرق التعبيريه انه نوصل الرساله صح للجمهور. هلا مع تكرار العروض وعبر السنوات، وانا صار لي اكثر من 15 سنه عم نقدم عروض بسوريا، وخاصه بالمعهد في كثير عروض بيحضرها الجمهور، هي اسمها ثقافه جمهور يعني عم يتطور فهم الواحد، صار هلا ما عاد في هي المشكله، بيجي بيحضر بيفهم وعم يستمتع كثير، لانه احيانا الحوار هو ما له صادق بيكون قد ما تكون الحركة صادقة. الحركة بتوصل الحالة أصدق من الحوار. أنا ممكن أحكي جملة بدون أي إحساس وممكن نكون كاذب بهالجملة، هو الإحساس اللي بيعب دور بالرأس. صحيح. ما بيكذب يعني، بقى الناس بتفضل أحيانا نشوف شيء تعبيري أدائي من أنه تسمع بس صف حكي حوار بمسرحية ما له معنى يعني. أكيد نحن كتير كنا سعيدين بوجودك استاذ معتز، ونتمنى التوفيق لكل الطلاب، ويا رب فعلا يلاقوا دعم ونشوف فرقه على مستوى العالم تجول مو فقط سوريا. صحيح. يكون في هيك تجوال، نرفع راسكم، نرفع راسنا فيكم دائما. شكرا كثير لك. شكرا لك على الدعوه الحلوه. شكرا استاذ معتز، وشكرا على الشغل الحلو لك، يعطيك العافيه. شكرا. واكيد للاستاذ ميساك بدنا نقول له صباح الخير وسنه حلوه يا رب، واكيد ناطرينكم باعمال احلى واحلى، موفق يا رب. شكرا لكم على المقابله الحلوه. شكرا لك.